مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. نرجع لمتابعة أخبارنا وفيما يخص فيروس كورونا والتحور الجديد أوميكرون. يمكن حالا دلوقتي لسه في قرارات من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا. يعني طبعا العالم كله في حالة تأهب وترقب دلوقتي من القادم الجديد، من سرعة انتشاره. الكل بيحاول أنه يوسع دائرة الملقحين أو المطعمين بالفيروس، أنه الدول اللي كانت تخففت من مسألة الإجراءات الاحترازية أو ارتداء الماسك، لا بقى الكلام ده الزامي. بقى في حاجات ليها علاقه انه لا، يعني حسب على سبيل المثال في فرنسا ما ينفعش تروح الشغل بتاعك وانت غير ملقح. مطاعم، مولات، اماكن بعينها لازم يكون التلقيح موجود، لانه كل الكلام ده ان التحور اللي عمال يستمر ده نتيجه لانه ما وصلناش للمناعه المجتمعيه، ان التحور بيكون في جسم الشخص اللي بيصاب بيه. طيب ارجع لاجتماعات الاجتماع اللجنه العليا لاداره ازمه فيروس كورونا. طبعا في اول حاجه انه تم السماح باقامه صلاه الجنازه داخل المساجد الكبرى والجامعه اللي بتقام بها صلاه الجمعه بنفس الضوابط والاجراءات الاحترازيه. طيب دي حاجه يعني جديده، لكن بقى بترجع لجنه اداره الازمه بتتكلم على الضوابط، الاجراءات الاحترازيه، ارتداء الماسك، وانه لازم يكون في يطبق الكلام ده بكل قوة، وتتاخد او يبقى في عقوبة على اللي مش هيلتزم بيها وان الكلام ده ينفذ. كمان ان احنا نوسع قاعدة التطعيم وتشديد على المسألة دي، خاصة انه عندنا الحمد لله كمية تكفي من اللقاحات اللي مكنتنا من النزول بسن التطعيم ل 12 سنة. اتكلمت اللجنة طبعا عن موضوع المتحور الجديد أوميكرون، ويمكن نفس الكلام انه طبعا ما فيش اي دولة بعيدة عن الإصابة بالتحور ده، وان احنا جاهزين للتعامل معاه، لكن الجزئية بتاعت انه البي سي ار ممكن ما يكونش يعني صالح او ما يقدرش ان هو يكشف عن المتحور ده. اللجنة بتقول لغاية دلوقتي لا، اساليب التحليل العادية لا تقدر انها تكتشف الإصابة بأوميكرون. لكن في نفس الوقت كمان الكلام عن اللقاحات حتى هذه اللحظة كلام مطمئن ان اللقاحات هتكون صالحة برضو، هتشتغل مع المتحور الجديد، وده ما يمنعش ان برضو شغالين في تحديث اللقاحات. الكلام بقى لما نوصل على اوروبا، اوروبا الوضع مختلف الحقيقه، وضع قاسي، الاصابات بارقام قياسيه، الوف مؤلفه الحقيقه. وبقول لحضراتكم كل دوله دلوقتي بتحاول انها تراجع قراراتها واجراءاتها، في دول بدات انها ترجع للاغلاق الجزئي، دول تانية بتفرض مره تانية قيود على السفر. تصريحات مثلا من احد العلماء اللي شاركوا في تصنيع استرازينكا بيحذر، مش بس بيكلموا على اوميكرون دلوقتي، بيقولوا كل شويه عمال يقولوا القادم القادم الوباء القادم. يعني كلام طبعا صعب ومقلق الحقيقه، ان الوباء القادم هيكون اكثر فتكا من فيروس كورونا، وانه على العالم انه يكون مستعد، وان دي مش هتكون المره والاخيره انه يعني البشريه تكون مهدده بالفيروسات. في الولايات المتحده الامريكيه نيويورك تايمز، صحيفه نيويورك تايمز بتتكلم انه بتشكك بقى في أصل أوميكرون إيه؟ يعني النظر كان متجه دلوقتي إن التحور ده ظهر في جنوب أفريقيا وانتقل للدول المجاورة، بيقولوا لأ، حالات التحور دي وأوميكرون تم اكتشافه في عدد من الدول الأوروبية وحالات تانية تكون في أمريكا، فالمسألة مش يعني منشأ التحور فين. والحقيقة دي نقطة يمكن البعض بيقلل من أهميتها، إنها مش هتفرق كتير، اتحور في الدولة دي في الدولة دي، كل العالم بقى قرية صغيرة، فيعني وارد طبعا إن تتنقل العدوى أو يتنقل التحور من دولة لدولة. طيب